يا سادة، احنا كنا النهاردة مع حضرة النبي وعلمنا مهارات وعلمنا أنوار عجيبة في مسألة التواصل ومسألة المحبة ومسألة إزاي الواحد يحافظ على علاقاته، إزاي الواحد يدخل لقلوب الناس، لأن دخول لقلوب الناس ده بيكون بالنور، والله سبحانه وتعالى إذا وفق واحد وكان منور يدخل لقلوب الناس على طول. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مفتاح من مفاتيح القلوب، فيا رب إن احنا نسير على خطى حضرة النبي، ومش بس نسير على خطى حضرة النبي ونكون في إيديه ونبص بنفس نظرات عينيه عشان نشوف حياتنا وهي منورة. وعشان نعمل كده لازم ندعي ربنا، وفي دعاء مجرب عشان الله سبحانه وتعالى يوسع عليك ويجبر بخاطرك وينور بصيرتك. تعالوا نقول الدعاء ده. يا من دا يا نسأل الله سبحانه وتعالى: يا من تداوم نظرك لي بالكرم والحنان، وهذا النظر أطمعني في أن تجبر خاطري وتكتب اسمي في هذه الليلة في ديوان العتقاء من النيران، وأول نار تعتقني منها التي أشعلتها نفسي بالوجع والمخاوف والكآبة والقلق، فاطفئها ببرد أنسك وحنانك ومددك، وتمم علي نعمتك بأن تسقيني من كأس الفائزين بخالص محبتك التي بها تذوب القلوب عندما تذوق شهد ودادك المصفى، فتستنير بصيرتي بوجهك الكريم يا أيها الساقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من أهل المحبة ومن أهل المعرفة، ونكون مع حضرة النبي ونقول لحضرة النبي: وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب اجعلنا في النور والبركة، ونور قلوبنا واجعلنا في الصالحين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.